أقيم اجتماع في مدينة بنغازي ضم ضباط وضباط الصف وجنود من القوات الدفاع الجوي بملتقى نوقش من خلاله بعض الأمور التي تتعلق بمنظومة الدفاع الجوي ومهامها بمحاضرات تعبوية من بعض الضباط وتوجيهات من إدارة التوجيه المعنوي أو 24 ساعة أو 72 ساعة هذا في الاتفاق المتفق في حالة أن الموظفين أو السفير ما باش يقطع تقف قوات الدفاع الجوي جانبا إلى جنب مع القوات البرية والجوية والبحرية وقوة الصواريخ الاستراتيجية ضمن تنظيم الهيكل القوات المسلحة مهمتها الدفاع عن أجواء الوطن في إسقاط الطائرات والصواريخ المعادية وتعد أنظمة قوات الدفاع الجوي الليبي من أقوى أنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط وربما نقص بعض الإمكانيات حال دون ذلك في هذا الملتقى كان البرنامج يحتوي على عدة محاضرات تعبوية ومحاضرات في التوجيه المعنوي ومحاضرات دينية توعوية وكذلك الغرض منه هو بناء لبنة أساس قوية للفرد في رئاسة كاق ودفاع جوي وأيضا الحث على العطاء وعلى البذل وعلى العمل وعلى وحدة الصف وعلى التعاون في المجال العسكري عن إدارة العلاقات الدولية عن طريق استخدام التفاوض تتولى قيادة قوات الدفاع الجوي مسؤولية إعداد وبناء التشكيلات وتسليح الوحدات وتدريبها وإعداد هذا العمل والإقراع بمهمة تموين ومساندة الوحدات وتأمين السيطرة الإدارية والعملياتية على كافة تنظيماتها بما يكفل إنجاز مهمة الدفاع الجوي على الوجه المطلوب وذلك لتأمين الدفاع الجوي الاستراتيجي عن ليبيا كما تقوم قيادة قوات الدفاع الجوي بالعديد من الإنجازات في مجال إنشاء المرافق العسكرية لقناة ليبيا الحدث محمد العزومي بنغازي